Good morning and welcome to our respected audience, respected doctors, fellow practitioners, and colleagues. Allow me to welcome you all to the Dental Faculty's third annual scientific day. My name is Aisha Saad Al-Qaoud, a fourth year dental student, and I shall be your MC for today's event. It is undeniable that with the advanced technologies of our day and age and its continuous developments have helped ease a lot of our daily tasks, whether that be within our medical or personal life or career-wise. Specifically speaking, within our medical field, technology have helped us reach better and more accurate diagnosis and thus helping provide the best treatment possible to our patients, the ultimate goal for any doctor. Throughout today's event, a banquet of scientific researchers will be presented and discussed by our respected doctors of the Libyan International Medical University's dental faculty. We will commence with our first presentation and continue until 11:15 for a quick coffee break. Afterwards, we will continue until 1:30 p.m. for a closing ceremony. I would like to give special thanks to KINS Cooperation for sponsoring today's event. Without any further ado, ladies and gents, please help me in welcoming Dr. Ibrahim Al-Jarushi on behalf of Dental's faculty for an opening word. Thank you. أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم العلمي لطب الأسنان بمناسبة وأيضا بمناسبة مرور 16 عام على افتتاح هذا الصرح الكبير الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. بينما نجتمع هنا اليوم يشرفنا أن نكون جزءا من حدث يحتفل بالإنجازات والتطورات في مجال طب الأسنان من البحث العلمي والتعليم الطبي والأوديتينج. هدفنا الأساسي هو تعزيز تبادل المعرفة والأفكار بين التخصصات في طب الأسنان لتعزيز المزيد من التعاون والابتكار وتعزيز هدفنا المشترك المتمثل في توفير أفضل رعاية ممكنة لمرضانا ولنرتقي بمستوى البحث العلمي بالكلية والجامعة الليبية للعلوم الطبية. يسعدنا حضوركم جميعاً وندعو الدكتور محمد سعد رئيس الجامعة إلقاء الكلمة قبل افتتاح اليوم العلمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أرحب بكم جميعا وتحية موصولة لأساتذة الكلية ولطلاب الكلية ولضيوف الكرام. وجودكم اليوم في هذا اليوم العلمي اللي تعودنا أن يكون كل عام في نفس الموعد لإعلان تأسيس الجامعة بشكل رسمي. يعني الآن نحن وقد مرت 16 عاما على إنشاء هذه الكلية وأيضا تخريج يعني دفعات متتالية من هذه الكلية التي يعني أثبتت والحمد لله جدارتها وكفاءتها وتأكيد يعني من جودة المخرجات التي لمسناها يعني في سوق العمل وفي برامج الدراسات العليا سواء كانت في الداخل أو في الخارج. ما كان يثلج الصدر هو هذا التعاون ما بين كلية الأسنان الأم في ليبيا وكلية طب الأسنان في الجامعة الليبية الدولية. أنا أتمنى أن يعني هذا التعاون يستمر وأرجو أن نوفق جميعا في أن احنا نرتقي بمستوى التعليم في مجال طب الأسنان وأيضا في مجال الخدمات في طب الأسنان. لعل التقنيات الحديثة والتطور الحديث اللي يحدث يعني على مدار الساعة في العالم وخصوصا في مجال تقنيات طب وجراحة الفم والأسنان مسؤولية الكليات بأنها هي من توطن المعرفة وهي من تنقل النوهاو وتنقل المعرفة وأيضا
تساهم في تطوير الخدمة. يعني خليني نقول لكم أنا اليوم يعني مع يعني وجودي يعني في هذا اليوم العلمي لطب الأسنان أشارككم يعني الزعل بأن مبنى كلية طب الأسنان في جامعة بنغازي لازال لم يفتتح بعد. أنا أتذكر جيدا في يعني في سنة 84 كانت يعني الجلسة اللي تم فيها إقرار المكان الكلية نقل من يعني المربع اللي كان في النص إلى الموقع اللي موجودة فيه الآن، وكان مع شركة بلغارية اسمها تكنو إكسبورت. تذكر بأن كان العقد مدته سنتين، يعني مفروض في 86 يكون هذا الإنجاز قد تم. لما استلمت إدارة جامعة قريونس في وقتها أتذكر جيدا بأني قلت إذا كان فيه شيء بننجح هو أن ينتهي هذا المبنى ويبدأ في التشغيل، وفعلا كان مهتم جدا بأنه يكون. ربما يتذكر ذلك الدكتور حامد العرفي في وقتها كان هو عميد كلية طب الأسنان، وكنا مصرين على أن يكتمل. فلما جينا لقينا أن من الإدارة اللي قبلنا كان فيها يعني ترسي على شركة معينة، قلنا خلاص مدام في ترسي خليها تشتغل وتبدأ دار. تدخلت في وقتها الحكومة اللجنة الشعبية العامة في وقتها وقالوا لا، نريد أن نعيد الترسية من جديد. قلنا لها مش مشكلة، المهم بس انهونا هذه المعضلة وخلي شركة ما تشتغل. دار الترسية على مستوى التعليم، ويعني للأسف الشديد يعني أصبحت المماطلة ودخل عنصر الفساد ومسائل أخرى جعلتنا نترقب وننتظر، فإذ بنا في هذا الانتظار إلى يومنا هذا. يعني حاجة مؤلمة يعني، بس تعطيكم فكرة على أين هو القطاع العام وين ماشي. يعني أنا نقول لكم المستقبل سيكون للقطاع الخاص، لكن مش أي قطاع خاص، القطاع الخاص الملتزم اللي يؤمن بالرسالة وب يعني الهدف من التعليم. عمره ما كان التعليم تجارة ولا تعليم يعني للغرض منه تحقيق الأرباح، لا، لما يكون ملتزم برسالته وبأداء عمله. وكليات الطب يعني كما أنتم اليوم يعني في لقائكم هذا تستعرضوا في مسائل لها علاقة بإنتاج المعرفة. يعني احنا ليس فقط العملية التعليمية وتخريج الأطباء المهرة والقادرين، لكن أيضا البحث العلمي وإنتاج المعرفة وكساب الطلاب الخبرة في هذا المجال راهو عنصر مهم أساسي لمستقبلهم ولمستقبل العملية التعليمية. أنا يعني ذكرت هذا الاقتران يعني وهذا التعاون بين القطاع العام والخاص. العالم الآن يتحدث على تريبل بي، برايفت بابليك بارتنرشيب، هذه الشراكة اللي يجب أن تكون راهي لن تتحقق على مستوى السياسات بتاع الدولة، ستتحقق من خلال تعاون أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم، وتتحقق ما بين الكادر العلمي ما بين يعني الأطقم العلمية والكادر العلمي في أي من الكليات. راهو أي إنجاز وأي تقدم وأي تطور في أي كلية من كلياتنا هذا راهو مكسب لنا. لابد يعني أن نعمل على أن احنا نطور أنفسنا وأن احنا نهتم بهذا المستوى. احنا ربما يعني مناسبة
افتتاح الجامعة يعني 16، نقولهم الآن وصلنا إلى مرحلة النضج في هذه الجامعة، وربما يعني ما تم اختباره سواء كان في مسائل الاعتماد ولا في مستوى المخرجات والخريجين، وهذا كله يعني يثبت جدارة هذه الكلية وهذه الجامعة. لكن احنا هذا العام الحقيقة يعني يؤلمنا ما يحدث، سواء كان من عدوان غاشم على أهلنا في غزة، وهذه الضحايا التي يعني على مرأى ومسمع من العالم اللي فيها أصبح للأسف الشديد يعني الكيل بمكيالين، وأصبح فيها يعني العامل الإنساني لا يساوي شيء أمام هذا الصلف والغرور وهذا المشروع اللي يستهدف أمتنا وأهلنا. احنا أيضا يعني كنا في حزن شديد وفي ألم لما ألم بالوطن من كارثة الإعصار في درنا، وتلك الآلاف من يعني الأنفس يعني اللي يعني فقدها مؤلم حقيقة، كانت في درنا من كفاءات ومن أساتذة ومثقفين ومن يعني من أهلنا من عامة الناس في درنا. هذا كان مؤلم، ولكن يعني لا نقول إلا ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وإنا إليه راجعون، قال: وبشر الصابرين. يعني أتمنى أن تجاوز هذه المحنة، وأهم شيء يعني نريد التركيز عليه هو مواجهة هذه المخاطر المحدقة بنا بالعلم وبالعمل. احنا لن نستكين لهذا الواقع. ربما ما جعل العالم يتجرأ على إهانة العرب والمسلمين هو ضعفهم وتخلفهم. الوسيلة لتقوية أنفسنا يعني القضاء على هذا التخلف هو بالعلم، وأعتقد أن مسؤوليتنا كجامعات ومسؤوليتنا الأكاديمية والعلمية هو يعني في أساس هذه الحرب اللي قاعدة يعني تخوض فيها قوى الشر والعدوان ضدنا، وإحنا لابد من أن ندافع عن أنفسنا. دفاعنا لن يكون فقط بالشعارات ولا بالدعاء، ولكن أيضا برفع لواء العلم والمعرفة. مرة أخرى شكر جزيل لكل من ساهم في هذا اليوم العلمي، وأساتذة الكلية وللطلاب، وأيضا لمساهمة الأساتذة من جامعتنا جامعة الأم من جامعة بنغازي. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لطلابنا أيضا التوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. Thank you to our Vice President Dr. Mohammed Saad for his opening word. Ladies and gents, our expert panel for today's event includes Dr. Nadine Ali Said, a holder of bachelor's degree of surgery, a master's degree in oral medicine, oral radiology, oral diagnosis, and periodontology, a member faculty at the Royal College of Surgeons in Ireland, and a member of teaching staff at the Mu Dental Clinic, dental faculty. Also, I'd like to welcome Dr. Ibrahim Jurushi, a bachelor's degree of surgery and a master's degree in implantology, a member faculty at the Royal College of Surgeons in Ireland, and a member of teaching staff at Limo Dental Faculty. Last but definitely not least, I would like to welcome Dr. Hayim Hayim, a bachelor's degree of surgery, master's degree, PhD, DDPH, associate professor in dental public health and preventive dentistry at the University of Benghazi, and a visiting professor at Limo. Please welcome our respected doctors. Good morning, everyone. Today, I would like to highlight. The trend of the recent years, artificial intelligence
and its application in dentistry, and to answer the question whether it will replace the dentist or not. Today, our lecture objectives will be definitely definition and history of artificial intelligence, recognition of some fundamentals and algorithm related to the medical field, and to explore the applications of AI in dentistry. First of all, artificial intelligence is defined as the development of computer system machines and that can perform tasks or of a human level or human intelligence. These tasks are ranging from reasoning to decision making. In history, it was born in 1950, which is happened in the conference of Dartmouth when a group of researchers with a group of researchers that came out with the term artificial intelligence and how machine can stimulate human intelligence. These are some fundamentals of and algorithms of AI that use specifically in medical field. There's different types used in other fields, but these are the main softwares that are used. Machine learning in the level of machine learning, where the machine can learn from the different tasks, and deep learning, which is resembling for the layer of learnings and the depth using photographs and radiographs for analysis. Whereas the most used algorithms are ANN and CNN. Applications of AI in health ranges from medical diagnosis to treatment planning to even robot assisted surgery. Even it can perform gene editing and researches for dental for healthcare. As the dentistry is a discipline from dental from healthcare, it has also applications. These applications are classified from diagnosis, decision making, treatment planning, prediction of treatment outcomes, which terms as prognosis. These are some cross paths of research across a dental a variety of dental fields. The most in the recent years, the majority of them is in charting, prosthodontics, periodontology, and cardiology. These are the recent publications in 2022-23. All are talking about artificial intelligence and its application in dental education and dental training, and how it can facilitate the work of the clinician. AI in oral diagnosis and radiology. As you can see, the algorithm of CNN has the ability to detect and identify anatomical structures, and it also can be helpful in diagnosis of dental caries. This is an analyzed OBG with incorporated with Overjet software. As you can see here, these are the findings that the AI can predict for the dentist, making it more easier and less time consuming. Some of these findings, like green square, it resembles filling, as you can see here in the panorama. These are this also it can detect dental implants, and it can also detect the root canal filling. This is a different software that is used it's incorporated with Panorama, and it is called DiagnoCAD. At this level, it can only detect whether the teeth are healthy or treated or missing or it is unhealthy, as is shown in the diagram down. This is a different software, which is called an Overjet software, that is used for diagnosis and radiographic interpretation. It is incorporated with RVG system. It can read
It can read intraoral bite wings and intraoral periapicals. It can measure the level of the bone. It can detect whether the teeth is decayed only through radiograph. This is also a detection for relation of the lower third molar to the inferior alveolar canal. This is a software from V7 Labs that is can detect whether the third molar is in relation to the inferior alveolar canal. This technique is used in oral surgery and for implant placement. This is a diagram that shows the difference without an AI and with an AI application softwares. Also, AI can detect carious lesions through photographs, intraoral photographs with a specific software with incorporated with Overjet software, which is a deep learning technology. This is an experiment that have been done to evaluate expert diagnosis with AI, and AI proved to be right in every single one of them. AI can be also used in detection of oral lesion, oral cancer, oral premalignancy with automated detection technique using intraoral photographs. As you can see, it can segment the imaging and it can detect whether this lesion. Also, it can detect in different layers, deep layering techniques, which can classify the lesion, whether it is precancerous, and give a prediction for the probability of to be a cancerous lesion. AI in periodontics also uses CNN algorithms in diagnosis of periodontally diseased teeth. As you can see, this is the V7 software incorporated with Panorama, which can detect the inflamed or diseased bone and can give readings to facilitate for periodontists time consumption. It can give also prediction for the future bone loss. As you can see, it can predict in the panorama with the amount of bone loss in future with a convenience curve given to each software, given by each software. Here it can detect also, it can show how bone loss is going to be prediction of alveolar bone loss in AI and panorama. AI in endodontics, it has different applications, and the majority of them are in prediction of periapical pathologies, assessment of root morphology, and even in detection of vertical root fractures. As you can see, this is an artificial intelligence for detection of periapical pathosis incorporated in CBCT. As you can see, this is the area where is the periapical pathosis related to the tooth. And it can also evaluate root canal fillings using the Overjet software incorporated in intraoral periapical radiographs. Going through the discipline of smile design and prosthodontics, algorithms also can do analysis to facial landmarks, evaluate facial aesthetics, and suggest improvements in smile design. This is an aesthetic digital smile design software which can predict and can help in performing and for the design of the smile for the patients. This is a simulated AI smile design, which can predict the smile of the patient with the given parameters. In orthodontics, the AI is limited for diagnosis and treatment planning and treatment monitoring. As you can see, this is a cephalometric automatic point that can point the detection of the landmarks, anatomical landmarks of X-ray, helping in treatment planning. And as you can see, the software also from V7 Labs can
do indirect bracing with artificial intelligence. As you can see, these are different disciplines that can AI help in. The question is the AI is going to replace the dentist or not? I think the clinician is always in charge in the final say, and the AI is, as seen, is a tool only for helping, for a second opinion, for the second decision making, not to replace the clinician. Also, we cannot deny that they have help in improving outcomes, whether diagnostic or a treatment planning database, helping clinician and less time-consuming, cost-effective treatment for treatment of the patient and for the dentist. These are some softwares that have been used. I hope this lecture was informative. I hope it is an eye-opener for you to start digging in AI and artificial intelligence that can help dentists in the future work. Thank you very much. هذا عنوان ريسيرش درناه السنة اللي فاتت أنا ومجموعة من الأطباء في 15 دولة كنت أنا ممثل لليبيا فيها. البحث هذا كان على المانديبولر فيرست مولر باعتبار أن المانديبولر فيرست مولر من الأسنان اللي فيها تحديات أثناء علاج العصب. طبعا نحن عارفين ان نجاح حشو العصب بتاعنا لازم يعتمد عليه ان نحن نطلع كل الكنالات وما يكونش فيه اي مس كنال في الشغل. المس كنال هذه بعدين حتسبب لنا ابيكالبير ريزنتايتس، وبالتالي الموضوع هذا هو اللي حيسبب فيلير. نرجع للسبب الرئيسي، نتيجه الفاريشن المختلفه اللي موجوده في المانديبولر فيرست مولر. طبعا من ضمن الفاريشن اللي في المانديبولر فيرست مولر اللي هو الوجود اكسترا روت، يعني المانديبولر فيرست مولر نحن عارفين ان هي جي بتو روت، لكن في بعض الاحيان جي بثري روت، في الغالب يكون ديستولينجوال الروت هذا، يكون صغير في الحجم، صغير اكثر من التو روت الثانيات، وفي نفس الوقت يكون كيرفد الروت هذا في الغالب. حتى انا عندي في البرايفت كل من يعني جيني بكثره حقيقه، فهذا واحد من الفاريشن اللي نحكوا عليه اليوم. الحاجه الثانيه اللي هي الديسولينجوال كانال، يعني المانديبولر فيرست مولر في الغالب يكون فيها فور كانال. طبعا نحن باش يعني شنو التست اللي كانوا يديروا فيه، الايمجينج تكنيك اللي كانوا يديروا فيهم باش يعرفوا المورفولوجي نتاع الاسنان، وحده منهم كان المايكرو سي تي، وبعدين بعد طلع السي بي سي تي اعتمدت حتى هي كنوع من الان فيفو ستادي، لان المايكرو سي تي في الغالب تكون ان فيترو ستادي، لكن السي بي سي تي اعتمدوها كان فيفو ستادي وتعطي في قراءات حقيقيه. الصورة اللي قدام كما كان تشوفوا الدائرة موجودة عليه lower mandibular first molar. لو تشوفوا مع بعضنا هنا الروت هذا اللي نشير عليه، مش عارف السام طالع في الشاشة تمام، الروت اللي قاعد نشير عليه هذا اللي هو الميزير روت، وهذا الديستوبكر روت، وهذا الديستولينجوال روت اللي هو الرادكس انتو مولارس. وبالتالي في حاله زي هذه لما نجي نشوفوها المانجمنت نتاعها في الغالب يكون مش سهل، لكن الروت هذا لازم نديروا له تريتمنت بالكامل تمام. فلذلك الستدي هذه شن كان الهدف منها؟ كان في حاجتين اساسيات، اول حاجه نشوفوا البريفالنس نتاع الديستولينجوال كانال والرادكس انتو مولارس، في نفس الوقت السوشيو ديموغرافيك فاكتورز اللي هن الايج والجندر ونقارنوهم ببعضهم، بعدين في الريزلت حنوضح لكم النتائج. طبعا الماتيريال والميثودز الدراسه يعني شفنا فيها 34,000 سي بي سي تي،
23,000 سي بي سي تي في 15 دولة. معنين في عندنا اكسكلوجن كريتيريا. اكسكلوجن كريتيريا هذه كنا نستثنوا فيه اللي عند صفات عليه 6304 سي بي سي تي. من ضمن الاكسكلوجن كريتيريا لان نحن بنقارنه حتى الرايت والليفت، فما ينفعش انه يكون في مست اني اوف مانديبولار فيرست مولر. يعني كل الحالات اللي ال 6304 هذين كان فيهن تو مانديبولار فيرست مولر. الحاجه الثانيه كان الروت كومبليت فورميشن صاير له. الحاجه الاخرى ما كانتش روت كانال تريتد، ولا كان فيها فيلينج، ولا كان فيها كراون. يعني الخلاصه نحن درنا الدراسه هذه على 12608 مانديبولار فيرست مولر. تمام. لما قسمنا الحالات شفنا لقينا ان 3111 في ميل و31 يعني تقريبا 50-50. تمام. طبعا هذا بروتوكول نمبر متاع الجامعه كانت في تركيا. هذا الشيت اللي كنا نعبو فيه في البيانات بعثوا لنا. طبعا قبل ما نعبو اصلا البيانات دزولنا مقطع فيديو بالطريقة كيف نحن نحدو الديستولينج والكنال، وكيف نحدو الرادكس انتو مولارس وفقا لكريتيريا معينة. دزونا فيديو وعشان نتأكدوا من سلامة ودقة الريسيرش دزوا لكل ريسيرشر 20 سي بي سي تي. العشرين سي بي سي تي هذين نشوفون عليه مرتين بينات شهر. يعني أنا شفت 20 سي بي سي تي أول مرة كيف ما تقول اليوم، بعدها بشهر شفتها مرة تانية عشان أكدوا القراءات كانت صحيحة أو لا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العشرين سي بي سي تي هذين أنا لما نقراهن نبعثن ردن للجامعة وهم يبعثون لحد أخرى ويشوفوا مقارنة النتائج بيني وبين شخص آخر. يعني كل بحث فيه دكتور واحد قام بالبحث في الدولة وفي أوبزيرفر في دولة تانية. نسبة دقة الصور والقراءات اللي خذيناها كانت تقريبا 95%. طبعا هذا جدول يبين شنو الأجهزة اللي تم استخدامها. أنا استخدمت الكير ستريم 8100 وهي من ضمن الشركات الكويسة يعني في الإيميجين. بعدين بالتحليل بالستاتيستيكال اناليسيز اللي داروها، طبعا دكتور رحيم قاعد موجود هنا لو ندري عليه راه فصلت شويه في الموضوع هذا، لكن كانت مفاجاه وجودك اليوم فلذلك ما حطيتش حاجه في الستاتيستيكال اناليسيز. لكن نحن نبو الزبده. فبالنسبه للريزلت للديستولينج والكنال كان النسبه متاعها بين الدول من 3-50%. كانت أعلى نسبة في ليبيا. ما أعرفش إذا كان أنا نطلع في كنالات بروحي هذا موضوع آخر، لكن كانت نسبة كبيرة ليبيا. تمام. بين الدول كان في statistical analysis، كان في significance يعني، لكن بين القارات ما كانش فيه not significant يعني difference. باين هاي طبعا خريطة توضح كل دولة كم النسبة كانت فيها. بالنسبة هذه الديستولينج والكنال الألوان هذين كل لون يدل عليه نسبة معينة. طبعا كانت الدولة اللي كانت مقاربة لنا أقرب واحدة لنا اللي هي ماليزيا. في دراسات تانية اندارت وبعدين نجي نذكرهم في بالنسبة للرادكس انتو مولارس كانت نسبتها من 0-12%. statistically significant difference كان بين الكونتري موجود، لكن بين القارات ما كانش فيه significant difference. هذه الخريطة تبين النسب متاع الرادكس انتو مولارس في الدول. بالنسبة للفرق بين الرايت والليفت ما كانش فيه significant difference. كذلك في الجندر ما كانش فيه significant difference. لكن فيه نقطة مهمة هنا ان الـ elderly
كانوا أقل نسبة من 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 الناس الصغيرة في السن. طبعا هذا يرجع لمجموعة أسباب، من ضمنها أن نحن عارفين أن الدنتين كل ما يكبر الإنسان في ديبوزيشن يصير، فلذلك اللي هو السكندري دنتين، وبالتالي الكنانز ممكن فيه حاجات يسكر بالكامل، فممكن يعطيني قراءات في عدد الكنانز يكون أقل. في الديسكشن طبعا لما الريسيرش هذا لما اندار، كانت قبل مديورة ريسيرش واحدة بنفس الكيفية، كانت مديورة على 23 دولة تقريبا، يعني هذا يعتبر ريسيرش الثاني اللي يندار على مستوى دولي. في الستادي متاعنا كان الرينج 3% تقريبا لاني من 0 إلى 12%، هذا للرادكس انتومولارس، حوالي 30% كانت الدول اللي هنا ذكرناها من ضمن النيب. لكن في حاجة مهمة هنا، طبعا في وحدين في الدراسات قالوا ان الموضوع ده يرجع للعرق، او يعني انا شفت واحدة من الدراسات السعودية كانت نسبة الديستولينج والكنال مثلا 48%، ونحن لو نرجع للتاريخ شوية حنلقوا ان يعني فيه وصول خصوصا المنطقة الشرقية، يعني وصول واجدة من 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 شبه الجزيرة العربية، فالتقارب هذا يعني يعطينا إيحاء أن النسبة متاعنا تقريبا حقيقية. كيف ما قلت لكم بدري، كانت أقل نسبة في الدراسة في بولندا كانت 3%، لكن في ليبيا كانت 50%. الدراسة الثانية اللي قلت لكم دارت جلوبالي هذه في 23 كنتري، كانت النسبة حوالي 36.9%. طبعا كل الستدي اللي مديورة من قبل والستدي هذه دارت بالسي بي سي تي، لكن النسبة هذه ممكن تتغير نتيجة لمجموعة فاكتور، منها السامبل سايز والتكنيكال كاركترستيك والأوبزيرفر ديفرنس وكذلك إثنيسيتي. قلنا في الإيلدر إن هي لور الجوها أكثر من اليانجر، وعطينا الأسباب حكيت عليهم بدر شوية. في الميل في ميل ما كانش فيه، في الدراسة متانا ما كانش فيه ديفرنس، بس في بعض الدراسات كانت فيه ديفرنس بين الميل والفيميل، كانت أكثر في الفيميل. كذلك ما فيش ديفرنس في الدراسة هذه والدراسة الثانية بين الليفت والرايت، لكن كذلك في بعض الدراسات قالوا أن فيه يعني في النتائج طلع معهم فيه ديفرنس. في الكونكلوجن تاعنا لما نجون تكلموا على النسب، لما نلقوا 3% رادكس انتو مولارس، هذا يعطينا إيحاء أن نحن السن هذه لازم نكشفوا عليها كويس عشان نعرفوا كيف نعطوا، عشان نعرفوا كيف نقدموا التريتمنت المضبوط، ما يكونش عندنا مس كنال. الحاجة الثانية، النسبة عامة هذا يعتبر متوسط، هو 22%، لكن لما نتكلم على ليبيا ونقول 50% معناها يعني تبي تركز في الحالات، وفيه بعض الكنالات لازم نركز فيهم نطلعهم عشان يكون التريتمنت متاعنا سكسسفل. There were no significant difference prevalence of either radix intumularis and distolingual based on gender، كيف ما حكينا. كذلك the prevalence of distolingual was significantly lower in individual over 50 سنة، وهذا عطينا حتى هو الأسباب من بدري شوية. طبعا الدراسة هذه نشرت في Journal of Endodontic، هي الإمباكت فاكتور متاحها 4.422، هذين الريفرنس متاع الدراسة. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع. Our next talk will be about the infection control practice, a cross-sectional survey on dental laboratory in Benghazi, Libya, will be presented by Dr. Salma Ali Al-Naili, lecturer in the Libyan International Medical University. Please welcome Dr. Salma. Today I'm going to present infection control practice, a cross-sectional survey on dental laboratories technicians in Benghazi, Libya,
بالنسبة للcontent متاع this presentation حتكون overview, aims and objective, materials and method results and finally conclusion. To start with overview, infection control has been the main concern in dental laboratories in recent years regarding the perceived risks of patient and professional from getting infected. قبل ال 1970s ما كانش في حاجة اسمها infection control في dental laboratory. فبالتالي هذا يعتبر was a major concern about handling high risk patient items. As a result, disease can be transmitted during treatment if preventive measures are not taken. أمثال infection control في معامل الأسنان في العالم كله was recommended first by American Dental Association through the Center for Disease Control Guideline and Recommendation. It was published first in 1986 and revised in 1993. CDC defined standard precaution as any standard of care designed to protect healthcare personnel and patient from pathogen that can be spread by blood or any other bodily fluid excretion or excretion. بالنسبة للستاندرد بركوشن هن شنو يشملن اللي هن البي بي اي اللي هو البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت ووشينج هاند واند يوز ستيرايل اكويبمنت. ليش الستاندرد بركوشنز هذينا لازم نحن نديروهن في الدنتال لابوراتوري في الانترناشونال دنتال لابوراتوريز كلهن؟ لان في تايب اوف مايكرو اورجانيزمز مجموعه من الاستدي كلهم قالن ان في مايكرو اورجانيزمز هذا فاوند ان ذا سيرفيس اوف ذا دنشر والسيرفيس بتاع الامبريشن. في ستدي فاوند ذات ان 11% اوف جيبسون كاست سامبل اند 8% اوف ذا امبريشن وير كونتامينيتد وذ كانديدا سبيشيز. الخطوره مش في الكانديدا اتسلف، يعني الخطوره في الاورال كافيتي، مرات تمشي للسيستميك للبادي بتاع البيشنت وتسبب لي سيستميك ديزيز. السيستميك ديزيز هذا يعتبر هاي ريسك فور نيمونيا سبيشلي ان اميونو كومبرمايزد بيشنت. سو the aims and objective of our study was to evaluate or assess knowledge, attitude and practice of dental laboratories technicians in Benghazi toward infection control protocol. بالنسبة للستدي هذه هي عبارة عن كانت شنو؟ هو descriptive cross-sectional study conducted in 2022 among 100 dental technicians. كانت عبارة عن hard copy questionnaire وزعناها على dental technicians سواء كانوا يشتغلوا في البرايفت والgovernmental sector. The pilot study was conducted on 17 technicians, 9 males and 8 females, and then 100 forms was distributed. بالنسبة للإكسكلوجن كريتيريا في الستدي هذه كان أن all dental technicians who are not Libyan citizen. الكوتشينير كيف ما تشوفوا هذا هو الكوتشينير. الكوتشينير was an English language adapted from previous study. درنا له شوية modification في الأسئلة بما يتماشى مع الأشياء الموجودة في الدنتال laboratories الموجودات في بنغازي. الكوتشينير consisted of three major sections. First section was about socio-demographic data اللي هن الايج والجندر والwork institution واليرز اوف اكسبيرينس. Second section was about laboratory information and the third section was about knowledge, attitude and practice of dental technicians toward infection control protocol. بالنسبة بعدين هذا استغرق منا حوالي 3 months من شهر 2 إلى شهر 5 درنا collect للداتا الـ uncompleted questionnaire were excluded from study. بالنسبة بعدين اشتغلنا الإحصاء الـ statistic analysis اشتغلناها باستخدام الـ SPSS. الـ chi-square test was used to analyze data و p-value equal or less 0.5 was considered as significant. بالنسبة للريزلت كان الريسبونس ريت للستدي هذه عالية. بعد ما درنا الإكسكلوجن كريتيريا لكل شيء كان about 93%. كيف ما قلنا أول شيء الفيرست سكشن هو السوشيو ديموغرافيك، فهنا لقينا أن الجندر كان الميل هو الموست كومن في this study. الايج جروب ما بين ال 20 لل 45 هو موست كومن ايج جروب. بالنسبة للجوفرمنت والبرايفت ما كانش في أي ديفرنس بينهم، واليرز اوف اكسبيرينس less than 10 years of experience هم الميجر جروب في البارتيسيبانت اللي عندنا هذوما. Regarding second section about laboratory information
most critical steps in dental laboratory technicians was all of the steps. لما نحن سألناهم شن هن أكثر أشياء كانت dangerous بالنسبة لهم وكانت في infection control وتسبب لي cross contamination. Regarding hepatitis B virus, only 60.2% of our participants were vaccinated for hepatitis B virus. وهذه صادمة جدا النتيجة. بالنسبة للknowledge والattitude والpractice of dental technicians حطيناهم في two table. كنا سألناهم هل هم receive any training course فكانوا less than half of participants أن هم عندهم training course. هل عندهم written protocol ماشيين عليه في العيادات هنا قبل لما يجيهم الانسترومنت والامبريشنز والحاجات ويديروا؟ قالوا لنا نعم لما قلنا لهم وروا لنا most of them ما وروش لنا، لكن خذينا الإجابة على أساس أنها هي صحيحة. هنا الصدمة أن سألناهم هل هم عندهم two polishing machine وخشينا للمعامل بحيث أن one for new denture one for repair، يعني لأن في denture حين من جرولة repair ويعتبر old وخش للبيشنت mouth ففي cross contamination. الكارثة أن كانوا يستخدموا only one polishing machine for new one for old denture. بالنسبة وهم لو نجول last question اللي هو قاعد في البراكتس حتى هذه الها related بالبوليشنج ماشين لأن هم يستخدموا في البامس باودر، فهل البامس باودر هذه البيس ريجولاري تشينج هل هم يغيروا فيها ولا لا؟ فقالوا ان في معامل قالوا نحن ما نتذكروش امتى نغيروا فيها، مرات لين تفضل الكميه عندهم اقل معمل جاوبنا ان هو مرات within 2 weeks نحن نديروا في تشينج لها. هل هم لما يستقبلوا في الانسترومنت والامبريشنز والحاجات يديروا لهم في ديس انفكت بيفور يعني يستقبلوا فيه من الكلينيك وبعد ما يدزوه للكلينيك؟ فكان الاجابات تقريبا مقاربه 76 في الاثنين. لما درنا كومباريزن ما بين بعض من الأسئلة اللي اعتبرناها مهمة في الستادي هذه بينها وبين السوشيو ديموغرافيك داتا كلها درنا اكسكلود للإيش فقط، لأن الإيش ما يعتبرش حاجة مهمة يعني لا علاقة كيف اليورز أوف إكسبيرينس. كانت الميلز هو وورك إن برايفت سيكتر إن هم مور لايكلي تو وير بي بي إي، وعن أذر هاند في ميلز هو وورك إن برايفت سيكتر more likely to disinfect material at the end of the work before sending to the clinic. There was no significant difference were observed في the p-value in the years of the experience كيف ما نشوفه في هنا كله. بالنسبة لبعض منكم أكيد يقولوا نحن نحكوا على الانفكشن كنترول في اللاب لا والتكنيشنز هم don't come in direct contact with oral patient mouth، فبالتالي لكن هم يجيهم الامبريشنز ويجيهم الاكويبمنت وهم يردوا في الماتيريال ففي كروس كونتامينيشن حيصير، لان given the result of this study we found that 76.3% of dental technicians لما سالناهم هل انتم تعقموا في الامبريشن لما يجيكم من الكلينيك 76% قالوا نعقموا فيه بغض النظر الدنتست دير الاستيريليزيشن ولا ديسانفكتنت ولا لا. هذه كارثه. دراسه واحده اخرى كونفيرم للستدي بتاعنا كانت 84 ان كونتراست مع دراسه جاوبت اونلي 33. حتى 33 تعتبر نتيجه عاليه، انا نعتبر فيها حتى 1% نتيجه عاليه، لان هم هنا لو هم معتمدين ان الدنتست ما يعقمش معناها حيصير كروس كونتامينيشن. لو الدنتست عقم الحاجات قبل ما يدزهن ونحن درنا دوبليكيشن للديسانفكتنت متاع الامبريشن هنا حنغيروا البروبرتي متاع الامبريشن، لان كيف ما قريتوا الامبريشن كل واحد نديروه بسبراي واحد نديروه لاميرشن برسنتج معينه تايم معين، فحيصير لي تشينج. لما يصير لي تشينج معناها والامبريشن هو اول ستيبس ماشي عليها الخطوات كلهن، الامبريشن يجيني غلط معناها غير لي الدايمنشن ستابيليتي شغلي كله حيمشي غلط. فبالتالي لازم في written communication should be tagged on every impression ولا prosthesis sending from the clinic to dental lab ويعتمدوا عليها الحاجات هذينا. Concerning the use of PPE بالنسبة لنا يستخدموا only 66% يستخدموا فيها. لما سألنا على الفيس ماسك والحاجات هذينا ما يستخدموش فيه النهائي، دراسات واجدة confirm للستدي هذه. الفيس ماسك ضروري يلبسوه لأن نحن نخافوا من الإيريسول inhalation with particle size as small as 50 microns.
Regarding hepatitis B virus, as I mentioned before, only 60.2 of dental technicians were vaccinated for hepatitis B virus. ما لقيناش ولا دراسة 100% أن هم معقمين، أن هم واخدين vaccine against hepatitis B virus. ولو ردوا لل according to guideline for development of dental laboratory infection control protocol by the International Journal of Prosthodontic in 1992 قالوا شنو؟ قالوا ما فيش ولا واحد dental technician accepted إن هو في اللاب إلا لما جايب الكارد متاعه إن هو داير فاكسين. ولو هو قال أنا مش داير فاكسين والكارد مش موجود ضروري يديروا له تيست بحيث إن يحددوا إن الأنتيباديز هذين موجودات ولا لا. وفي الحالة لو ما وجدوش عادي إن هو جاست إن هو يدير فاكسين. ليش؟ لأن معظمهم حتى في الجلافز ما يلبسوش فيه، فنحن نخافوا يتعامل مع شارب إنسترومنت، فنحن نخافوا من إن هو يصير له إنجري ويقعد بدل ما الإنفكشن يجينا من الكلينيك يقعد التكنيك هو اللي نفسه هو اللي ينقلنا في الأمراض. فبالتالي within the limitation of this study we show varying level of knowledge, attitude and practice. So more effort are needed to improve infection control practice in order to ensure the safety of technicians and patient. بالنسبة للستدي هذه هنا درناها في 2022 درنا الداتا في 3 شهور وببلشت في نفس السنة. Other study ولا future work regarding infection control نشتغل فيه نفس الستدي attitude of dental clinician. هذه كانت على التكنيشن لكن هنا كانت على الدنتال clinician اللي هم الجنرال دنتال براكتيشن والبروستودونتين. كان هذا دسمة أكثر من الأولى لأن 43 question وكان online questionnaire which has already been done يعني محتاجة ندير لها submit بس. وبعدين عندنا اللي هو actually future work اللي هو الحقيقي حيكون البامس باودر as a source of cross contamination. نحن ما نشوفه لأن هم ما يغيروش فيه كل شيء، هنديروا له نشوفوا كل شيء ونضيف وأنا الدكتور رشاد نشتغلوا فيها ونضيفوا في ماتيريال بحيث إنه وجدنا إن لغت الميكرو أورجانيزمز وهذه حنثبتوها وحنوزعوها على جميع المعامل إن شاء الله بعد ما ندروا لها publications. This our reference and thank you for your attention and also thank you for allowing me to participate in the scientific dental day. Thank you. أنا دكتورة مروة متكرب شركة الحكيم على منتجات كن. هنحكي اليوم على منتجات كن اللي هنا العلاجيه والاستخدام اليومي. هنحكي على الكن جينجيفال كومبلكس اللي هو المنتج الجديد ابديت الكارياكس البوينت 12 كلوروهكسيدين. هو فورمولا ود تريبل اكشن بين كلوروهكسيدين بوينت 12% والبانثا كومبلكس وماده السي بي سي. دور الكلوروهكسيدين هنا كانتيسبتيك وانتي بلاك ايجنت، ودور الالبانثا ان هي سترينت اند موسترايزد افكت، والسي بي سي ان هو ينقص لي الفيرال لود ان اورال كابيتي. فالجينجيفال كومبلكس هنا دوره نستخدمه نحن كانتي انفلاماتوري اكتيفيتي وذات لمشكله شنو الجينجيفايتس. متوفر منه ماوث ووش وتوث بيست، هنستخدمه مرتين في اليوم لمده 10 ايام فقط. حيكون متحصل المريض على النتيجه اللي هو المطلوبه يعني. ويفضل ان منتجات الكلوروهكسيدين كماوث ووش وتوث بيست ان هن ينعطين يعني مع بعضهن لوجود ماده الاس ال اس في المعجين التجاريه، وهذه تضبط من شغل الكلوروهكسيدين. اما المنتج الثاني اللي هو البيريوكن، البيريوكن هو البوينت 20% كلوروهكسيدين. الماوث ووش نيو فورمولا انه هو زادولا بوينت 20% كلوروهكسيدين وبوينت 10% ماده السي بي سي، فهيك يكون منتج اقوى لعلاج مشاكل البريودنتايتس. اكثر شيء متوفر منه ماوث ووش نقدر نعطيه مرتين في اليوم مده بس 7 ايام. متوفر منه جل وسبري. فكره الجل والسبري هنا ان السبري مور بنتريشن ومتوفر النوزل تقدر ان هي توصل للاماكن البعيده مثلا البوكت بين ال7 وال8. والجل فكرته انه هو يتميز بخاصيه البايو ادهيزفنس، مجرد ما انا حنحط يجيب كونتاكت مع التيشو ما يصلش ووشنج. هذا بالنسبة لبيريو كن. المنتج الجديد نحن عندنا في شركة كن اللي هو الكن افرش لمشكلة الهاليتوسيس اللي هي الباد بريث. هو مشكلة الهاليتوسيس strong linked with the gum disease بأن بور أورال هيجين وبعدين بكتيريا بالجاب يؤدي للجم ديسيز، وبالتالي بكتيريا reduce fall smelling gases. فهنا منتج الكن افرش هو الحل للهاليتوسيس. تركيبته بسيطة جدا، هي مادة سي بي سي كأنتيسيبتيك أنتي بلاك ايجنت وسترونج مينت فليفر. هنا دير ماسكينج للهاليتوسيس بالإضافة للفلورايد والزيتول كأنتي كيرز افكت. يقدر إنه هو يستخدمه للاستخدام اليومي منكه قوي جدا بالمنت. متوفر منه ماوث ووش وتوث بيست وسبراي.
بالنسبة للمنتج الثاني للاستخدام اليومي اللي هو الكن بي 5، تركيبة منتج الكن بي 5 هنا اللي هو برو فيتامين بي 5 وفيتامين بي 3 ومادة سي بي سي والزنك والفلورايد والزيتون، هذا مخصص especially for the daily care and maintenance program. دور البرو فيتامين بي 5 والفيتامين بي 3 هنا نو ريمبورت الاوري ميكوزا وريفيتلايز جينجيفال تيشو. دور السي بي سي والزنك هنا دبل انتي بلاك افيشنس، وفلورايد وزيتون كانتي كيرز يقدروا يستخدموه الاستخدام اليومي للناس كمثلا جينجيفال مينتنس افتر بيريودنتال تريتمنت او للبيشنت وذ ديليجيت كم اللي هما دورينج بريجننسي والديابيتيك بيشنت. الأورثو كان هذا مخصص للناس اللي هم مركبين تقويم أسنان اللي هو strong the dental enamel and protect the gum، منكه بالستروبيري، تركيبة تشبه تركيبة الكيم بي 5 إلا أنه هو منكه بالستروبيري. هنا السنسيكن هذا منتج للناس اللي عانوا من مشكلة حساسية الأسنان، في منه complete formula بين أنه هو daily use وبين intensive care. فالديليوز هو عبارة عن ماوث ووش وتوث بيست والجل والسبري، هذين للإنتنسيف كير. الجل والسبري الفارق بينه وبين الاستخدام اليومي إن هي نسبة البوتاسيوم نيتريت في الاستخدام اليومي 5% وفي الإنتنسيف كير 10%. الإنتنسيف كير اللي هن أمتى after bleaching treatment أو after periodontal treatment. الكين وايتنينج هو الاستخدام اليومي يعيد الأسنان لونها الطبيعي، تريبل أكشن بين صوديوم بايوكربونات مسؤول إن هي ريموف ذا إكسترينسينج ستين، وصوديوم فلورايد كأنتي كيرز، وصوديوم فوسفيت هني تمنع البلاك بيلدر. الكين كير منتج متخصص للمشاكل شنو دي الكيرت أوري ميكوزا، متوفر منه جل وماوث ووش. تركيبة الجل إن هي تحتوي على مادة الألوفيرا كإميديت ريليف للبين وهايلورونيك أسيد إنهانسينج للهينينج. أكثر استخدامات للجل اللي هو تكون اللي هي الأورال ألسر. الماوث ووش نفس التركيبة بس دول المينتنانس دوز من الكلوروكسجين 0.05% ومادة السي بي سي، وفي نفس الوقت البرو فيتامين بي 5 هذا يستخدم في جنرالايزد ليجن كيف ريكرنس أفتر سوماتيتس وميوكتيتس وانكولوجيكال بيشنت اللي هم البيشنت عفوا الله اللي هم ياخذوا في الكيمو يقدروا ان هم يستخدموا بيرنينج ماوت سيندروم وفانجل انفكشن. بالنسبه للفلوروكين كالسيوم هذا منتج متخصص للاطفال، تركيبته فلورايد وكالسيوم وزيليتول. فلورايد دوره انه هو انتي بكتيريال بروتكشن، والزيليتول انه هو يعدل لي بي اتش نتاع البامب، فهذا مناسب جدا للاطفال. البيريوكين هايلورونيك أسيد هو 0.20% كلوروهوكسيدين و 1% هايلورونيك أسيد. 0.20% كلوروهوكسيدين أنتي بلاك إيجن، والهايلورونيك أسيد يسرع لي إنهانسينج للهيلينج. عادة يستخدم بوست سيرجري أو بريكورونيتس لوكاليزد بيريودونتايتس والإمبلانت وبوست إكستراكشن. وهيك نكون كملت المحاضرة. شكراً. Thank you. أول شيء thank you so much for the invitation. محمد فوزي الغويل، أنا خريج قسم software engineering كلية information technology في الجامعة الليبية الدولية. موضوع اليوم هو حنحكو على automation of the prosthodontic diagnostic index assessment. قبل ما أخش في الموضوع خلينا نعرف مصطلح الأوتوميشن لأنه حيتكرر كم مرة عندنا في موضوعنا. أوتوميشن refers to أو تعني استخدام التكنولوجيا والسيستمز to perform tasks, processes or operations with minimal or no human intervention. It involves the use of machines, software or other tools to streamline and mechanize repetitive or complexive tasks. Resulting in increased efficiency, accuracy, and productivity. طبعا مجال software بشكل عام ساعد بشكل جذري المجالات ذات العمليات الحساسة عن طريق الأوتوميشن للمهام الحرجة واللي من الصعب إنها تتحمل الأخطاء. أخطاء زي الـ human errors والمستيكس والفالس اسسمنتس
ويعتبر طبعا الميديكال فيلد بصفه عامه من اكثر الفيلدز حرجا وكريتيكال جدا, واني ريزلت مايت اني ايرور سوري مايت ريزلت ان جريت كاجولتيز زي عفاكم الله يعني بيرمننت دامج او حتى لوس اوف لايف. ومعظم المشاكل هذينا يجن من الهيومن ايرورز او الفولس اسسمنتس. شنو المشكله او المشاكل اللي حنركز عليها اليوم؟ هن المشاكل اللي يواجهوا فيهن البروستودونتست بشكل عام في اثناء اداء الدنتال ميجرمنتس للديزاين بتاع الدنتشرز. معظمهن يجن من الهيومن ايرورز المستيكس, والاشياء هذين طبعا يسبب في ماني هيلث بروبلمز للبيشنتس بسبب الباد دنتشر ديزاين, يعني حاجات زي جم انفلاميشنز والجو ديس اوردرز وديفيكولتيز ان شوينج, كلهن caused by the fact that the denture simply does not fit the patient. طبعا alongside other problems زي loss of resources, waste of time و risk of information loss بسبب استعمال البيبر للعمليات الريكورد والإيفاليويشنز. The prosthodontics diagnostic index أو المعروف بالPDI هو it's an excellent tool to use to evaluate the patient, determining أو تحديد المستوى الـ difficulty, and to also establish effective communications with other members of the dental team. بصفة عامة الـ PDI يتمحور على 4 classifications. Class 1, it's the most ideal situation للـ patient. Class 4 being the most difficult or the most problematic. Quick history على الـ PDI. It was presented في الـ annual sessions of the American Dental Education Association in Chicago في 2001, وفي الـ American College of Prosthodontists في New Orleans في 2001, في and in Orlando في 2002. It was also بعدها تم تمويل المشروع عن طريق الـ American College of Prosthodontists, and it was also published twice in 2 researches. طبعا زي ما قلنا ان الـ PDI tool is it's excellent طبعا, لكن اكيد يعني it's going to be far from perfect, و it's also very prone to human mistakes and errors. فالموتيف بتاع موضوعنا اليوم ان نحن we reduce the possibilities of human errors عن طريق الاوتوميشن للكلاس سيلكشن بروسيس بتاع PDI assessment, علشان ان we make it easier to access that information, make good use of the information gathered by these assessments. We gather data and perform statistical analysis to help with researches with just one button click. وآخر شيء طبعاً we reduce the use of paper and store the patient's information in a safe environment where the permitted users can have access to it. شنو الـ proposed solution بتاع موضوعنا اليوم؟ إن نحن نطوروا a software program يسمح للـ practitioners في حالتنا نحن هنا في الجامعة اللي هم الـ students في الكلينيك انهم يديروا الـ PDI assessments او غيرها من الـ assessments using their phones instead of paper and without any charts. Practitioners طبعا will be able to keep and retrieve the patient's assessments while the supervisor بتاعهم can search the patients of their students and submit evaluations and feedback. طبعا the information gathered from these assessments is later used to conduct statistics and analysis that contribute to the field of research, طبعا يعني under the consent of the people whom this information belongs to. طبعا بالفعل يعني تم العمل على software program هذا, هو كان مشروع تخرجي انا في bachelor's degree السنه اللي فاتت. للأسف علشان ضيق الوقت مش هنقدروا we dive deep into the الشغل بتاعي أنا, لكن جبت هيك بعض السكرين شوتس أو الشاشات من some aspects من المشروع حيساعدا يوضح شن الفكرة بصفة عامة هيك. Just a very simple example. طبعا زي ما انتم شايفين في الشاشة يلي على اليسار يتم إنشاء الـ patient file عن طريق أنك تدخل معلومات الشخصية. بعد يتم إنشاء الـ patient file تقدر you can browse your patients and then you can perform these assessments
على البيشنت المدخل. زي ما انتم شايفين في في الميدل سكرين في الاسسمنت وان اتريبيوت ويل شو اب ات ا تايم علشان وي اليمينيت اول بوسيبيليتيز اوف هيومن ايرورز وهكذا. المثال اللي قاعد في الشاشه اللي هو depth of heart palate. I'm sorry لو انا نطقت اي مصطلح طبي غلط, it's not my strongest suit. ف one attribute at a time, والتحت الثلاث options اللي تحت هنا الاوبشنز المتوفرات لل depth of heart palate, يقدر يقدر اليوزر انه يختار واحده منهم. اول ما يختار اليوزر واحده منهم طبعا it will go to the next one and the next and the next until the assessment is finished. وفي النهاية طبعاً إن background عملية الأوتوميشن تصير بحيث إن السيستم يقارن بين المدخلات بتاعت اليوزر ويطلع في النهاية الكلاسيفيكيشن بتاع البيشنت. هذا زي ما أنتم شايفين في السكرين شوت يلي على اليمين. طبعاً في مراحل السوفتوير ديفلوبمنت بشكل عام, فيه فيز اسمها requirement specification gathering أو software requirement specification. فيه many techniques طبعاً, جبت واحدة منهم كمثال اللي هن الانترفيوز. sessions طبعاً were conducted مع دكتور ربيع الهوني. دكتور ربيع الهوني هو طبعاً صاحب الفكرة بصفة عامة. ناقشنا issues regarding the index that is currently used في العيادة عندنا هنا في الجامعة, وشن الimprovements يلي نقدروا نحنا نديرولهن أو نطبقوهن على الindex. طبعاً بعد ساعات عديدة we gathered attributes from different indexes and different sources وعدلنا فيهن أو altering them في طريقة البرزنتيشن بتاعهن علشان يكون more user friendly في الابليكيشن. والend result covered many aspects that the existing index have missed and will potentially improve the process of the assessment. كconclusion, software programs في medical field ساعدنا بشكل كبير بكل student learning process عن طريق in the increasing chances of correctness of these measures or measurements while making the process a lot easier for the user, while providing efficient and seamless use of gathered information in the field of research. The PDI software has been designed for that very purpose. في حين ان the current version بتاعها will bring a great difference in the productivity of the users, its main flexible structure and its timeless and minimal user interface can and will introduce many more functionalities and features in the future. شكرا جزيلا, انا وصلت لنهايه الموضوع اليوم. ارجوكم لو عندكم اي اسئله في الميديكال اسبيكت الموضوع تقدروا تسالوا الدكتور ربيع. أي أسئلة تكنيكال إن شاء الله تقدروا تسألوني عليها. شكرا جزيلا على وقتك. Our research is supervised by Dr. Rabia Alhouni and with the cooperation with my colleague Dr. Nada Bin Ali. The success and survival rate immediately placed dental implants at maxillary premolars sites. This is the outline of my presentation I will go through. And this is the objective of our study. There's two main objectives: to know the cause that lead to extraction of maxillary premolars, as well as to understand also the factors that may enhance the clinical and radiographic outcomes for immediately placed maxillary premolars implants. So what is immediate implant? It is defined as the placement of implant in the fresh socket directly after tooth extraction. And this procedure will reduce the time for the tooth extraction to complete rehabilitation when compared to the conventional methods. And also to eliminate the need of the surgical reopening, as well as to reduce the cost of the treatment. Here's some literature said there's some reports suggest that this procedure helps to perceiving the alveolar bone at the extraction site. And there is a report came from University of Madrid suggests that when you place the immediate implant, you will not preserve the alveolar bone. But it's a controversy because in the same university and with the same group of researchers have another paper in 2018
and they suggest that there is a bone resorption, especially in the buccal and palatal plates of bone, which is really leads to create a bony defect around the coronal portion of the implant, and this is will affect, as we know, or compromise the final aesthetic outcome due to the soft tissue recession and follows the resorption of the buccal plate of bone, as we can see in this case. The aim of our study is to assess the patient restored with immediately placed dental implant at post-extraction maxillary premolar socket clinically, radiographically, as well as the different factor on the patient satisfaction. The study is multi-centered, was performed for the dental patient who received immediate implant placement with subsequent restoration in maxillary premolar region and two dental centers, which is Al-Sama and Al-Mansa Dental Clinic. The study sample was limited to the patient who were treated between January 2014 and September 2022. Actually, the sample size for this period was 50, but after the exclusion criteria, the total number was 36 patients, 2 males and 34 females, with the mean age 45 years, ranging between 30 and 75 years. These patients were recalled for evaluation for the total implant, 33 implants, and the up period of 45 months, and ranging between 1 year to 9 years. So what's the exclusion criteria in our research? First, any unclear or incomplete information about patient, implant procedure, follow-up visits, was excluded. Also, the follow-up period less than 6 months, these cases were excluded in our study, as well as any patient with systemic diseases also included. So we have total, as I mentioned before, 36 patients, but we are actually struggling in this study about the recall visits with the patients. Only out of 36, we have just 17 patients, and all were females. Came for recall visits, so the response rate was 47%. So there's three main outcomes in for the long-term follow-up. First one is the patient reported clinical satisfaction, and this is from the scale from 0 to 10, and dentist reported clinical outcome, as well as the radiographic bone level changes. So as we mentioned before, we have the aim of the study is to know the causes of extraction in the premolar maxillary sites. In our study, there's three main causes. The first one, or the most common one in our study, is failed root canal treatment teeth, and it took 55%. Also, the second cause was remaining roots with 40%, and fracture vital teeth only was one teeth. During the study, our supervisor found another cause actually for extraction, and as we can call it, it's a iatrogenic cause. A patient came with a root canal treated tooth and post with splinted fixed crowns. This caused a recurrent periapical abscess, and thus this literature suggests that 45% of recurrent periapical abscess will lead to extraction for the teeth. So we have to take in mind that when you're placing fixed point of view, it's not recommended to split two crowns. So the patient came to the clinic and then will go for extraction and immediate implant at the same sites. Also, as I mentioned before, one tooth for fractured vital teeth. This patient came to the clinic, and during the clinical examination, we noticed enamel hyperplasia, and that's barrat sabab al fracture li sayer fi al heavy restored amalgam restoration. And as a recommendation, we have to take in mind that you have to protect the tooth with this situation. So in results for patient reported satisfaction, as I mentioned before, it goes on the scale from 0 to 10. Our patient selected to the value
of their satisfaction in terms of aesthetic appearance, fit, comfort, function, cleansing, and overall satisfaction as well. The mean satisfaction rate was 9.5, and the standard right deviation plus minus 0.829. Here, the patient, the satisfaction of the patient regarding our supervisor, mostly because the temporalization of temporary crown. The cases, most of the cases in this study, after they have like initial stability, they gain a temporary restoration. So that's one of the causes for this high level of satisfaction. So the second is the dentist reported satisfaction, which is performed with by me and my colleagues, Dr. Anada. We are blinded reviewers. We don't know what's the type of implant and what is the type of procedure done. Also, what is the type of prosthetic restoration. So the outcome variables were divided into soft tissues as well as restorative. The soft tissue outcomes variables were modified black index and keratinized mucosa with gingival levels as well. For MPI, most of the patients took zero, except one for two, they took 1 degree. And for the gingival, he can see one of the cases in our study. She came from a remaining root structure after extraction, immediate implant placement in the left side. We can see it in the picture in the left side. Also, the picture in the middle was taken immediately after placement, the final restoration. And on the right side, this is after 1 year follow-up. I talked before about the satisfaction of the patient and was due to the immediate placement of temporary crown for the patient for the implant with the initial stability, and for the other implants with that's in the secondary stage. We don't spot the immediate because. The supervisor attempt a modified external horizontal mattress to gain a keratinized mucosa. Here's one of the cases shows like crystal bone resorption. She's female Libyan patient, 45 years old, came in the December 2015. She's came to the clinic complaining of badly destructed upper secondary premolar, maxillary premolars. So she went as a traumatic extraction with immediate type of implant dio with the 10 millimeters. After she came after 3 months, we found the supervisor, Dr. Rabia, found a crystal bone resorption. And due to this resorption, 4 threads were exposed, actually. So after discussing with the patient the treatment options, they go for bone graft and also absorbable membrane. After 73 months of follow-up, the picture was taken up to the right here. Patient was satisfied, actually, and after discussing the treatment options for her, she refused any other procedure in this area, and she were intentionally needs to put the final restoration, and she was satisfied for this results. Here we can ask ourselves, do we need a bone graft in every immediate implant for the single replacement or single implant? Here there's a result conducted. Okay, I'm almost done. Research done by Dr. Huda Al-Hadairi with her colleagues in the University of Cairo, and they conclude in that there's no need for, there's insufficient evidence to recommend for the augmentation or certain augmentation protocols to enhance implant survival patient satisfaction. Also, there is another research conducted in Mansoura University. It's done for the immediate maxillary premolars with a horizontal gap 2 millimeters for 3 protocols, actually. One with a flap with graft, one flap without graft, and the third one flapless without graft.
and the CT scan was done three times, preoperatively, immediately after insertion, and postoperatively after 6 months for evaluation of the horizontal dimension. The results shows that group B showed the greatest horizontal dimension with the flap with the graft, and the group A with flat with the graft were, comes the second, and the least amount of change was in group C, which is the flapless without a graft, and also less postoperative pain, as we know, it because there is no flap. So now the dentist reported satisfaction was subjectively evaluated by the reviewer on the crown margin and ETC. Aesthetic satisfaction rate was 8.88 with the standard deviation, 1. Here's about the me and my colleague that noticed there's no, most of the cases had slightly tense proximal contact, and one case had open proximal contact, and this is maybe due to, as we know, there's a medial migration for adjacent tooth to the implant, and this is the recommendation from the study conducted in Korean University that recommend the, to making the proximal contact slightly tense to the restoration to put in mind the migration happened, the medial migration happened to the adjacent teeth. The final results for the radiographic changes, we follow this formula and to measure the marginal bone loss, we take the implant real length, which is we know, and multiplying by the distance between the implant platform and proximal proximal implant bone contact divided by the implant radiographic length. So the mean margin bone loss after 42 months follow up for the mesial side was 1.83, and in the distal side was more with 2.46. In the conclusion, within the limitation of the present study, when careful patient selection and strict clinical protocols are observed, the immediate placement of dental implant and fresh extraction socket of maxillary premolars may be considered as a valuable and predictable option in terms of implant success, patient satisfaction, as well as hard and soft tissue stability. These are our references in our study, and thank you.